بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تواصلت فعاليات مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للقدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من يناير الحالي. وشهدت قرية البحرين الدولية للقدرة مشاركة كبيرة في سباقي 40 و80 كيلومتر تأهيلي محلي، حيث وصلت المشاركة إلى 93 فارسا وفارسة من مختلف الإسطبلات. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تعد من البطولات الكبيرة التي ينظمها الاتحاد وتحظى باهتمام وإقبال كبير من الإسطبلات والفرسان، ودائما ما تشهد منافسة مفتوحة في مختلف السباقات، مبينا سموه أن التطور الكبير ملازم للبطولة عاما بعد الآخر، وأن الموسم الحالي زادت فيه الإثارة والندية، وسوف تتواصل في سباق 120 كيلومتر للإسطبلات الخاصة، معربا سموه عن تقديره لجهود الاتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة في إخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات تؤكد المسيرة الناجحة التي تسير عليها رياضة القدرة في المملكة، والإقبال المميز من الإسطبلات والفرسان في التواجد البارز في البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في سباق 120 كيلومتر، متوقعا سموه أن يشهد السباق سرعات عالية ومنافسة مفتوحة بين الجميع. وستكون القرية على موعد مع احتضان سباق 120 كيلومتر للإسطبلات الخاصة الأهالي، والذي سيشهد مشاركة واسعة بعد إجراء الفحص البيطري.